عسلامة. اليوم باش نكملوا الفيديو الأخير عن حركة الاتجاه الإسلامي وعن النهضة. وصلنا في الفيديو اللي قبل هذا وتكلمنا على رجوعي من المغرب لتونس عام 1997. هي في الحقيقة أنا نحكي عن النهضة في نفس الوقت نحكي على تجربتي باش العبيد يعرفوا التجربة بتاعي بصفة عامة. المهم وقت رجعت عام 97 لتونس من المغرب وبعد ما تم طردي من المغرب وإلقائي مدة 4 أشهر وتعذيبي من طرف البصري، خاطر في الأول كانوا يحسبوني أنا صحراوي خاطر كنت نتكلم مغربي بكدا، لكن عندي كلمات نجم نقولوا احنا تونسية يعني تشبه شوية العربية الفصحى وكلامي كان شوية يشبه الصحراوي. بعد 4 أشهر معناتها من التعذيب ومعناتها شفت فيها البيل في المغرب، تم طردي لموريتانيا ومن موريتانيا جيت لتونس. وقت جيت لتونس يعني كلموا اللي نحكي انا بالمغربي، اللي المحقق في الشرطة في المطار قال هذا موش تونسي، هذا رجعوه من فين جاي، رجعوه لموريتانيا. وهكاك معناتها في الفترة هذيك كانت علمة الداخلية اللي انا جيت لتونس وبعثولي معناتها شكون للمطار، وتم اخذي من المطار مباشره للداخليه، وشفت معامله يعني ما تصورهاش بالي، يعني معامله حسنه وكل شيء وكذا، فهمت؟ وقالوا لي مرحبا بك في تونس وكذا، فهمت؟ على خاطر وقتها خرجت الكتاب بتاعي في فرنسا وانا ما كنتش فاهم حتى شيء، فهمت؟ المهم روحت للدار، قعدت في الدار فترة، من بعد بشوية بشوية بديت مع شريط أورديناتور، وبديت أول مرة في حياتي معناتها بديت ندخل على النت، واكتشفت يعني عالم كبير جدا، وشفت شنو هو يعملوا الإسلاميين على النت، يعني مسيطرين على النت. وأنا وقت رجعت كما قلت لكم عني ملحد، ما عادش مسلم، خرجت من الصوفية وخرجت من كل شيء، يعني نحيت هذيك الحكاية الفارغة الكل. وقلت انا خسرت نص عمري ما نخسرش بقيه عمري، لكن باش نعدي بقيه عمري نحارب، فهمت؟ في الدين بصفه عامه والاسلام بصفه خاصه. هذاك علاش انا كما قلت لكم ما نحبش نحكي في السياسه، لكن مجبور خاطر حياتي كانت معناتها ياسر مرتبطه بالسياسه، مجبور باش نحكي فيها الفيديوهات هذه الاولى. اما بعد هذا الفيديو باش ناخذ كل مره موضوع عن الاسلام ونحكي فيه، كل مره ناخذ شيء. في الحقيقة راهو ساعات أنا عديت فترة وأنا ننقد في الإسلام، يعني كتبت آلاف المقالات، فهمت؟ بالفرنسية ولا بالعربية، لكن اكتشفت في الأخير أن الإسلام ما يحتاجش نقد، يكفي أنك تحكي عليه كما هو. اللي عنده ذرة من المخ يفهم اللي هذا ما عنده حتى علاقة بدين وما عنده حتى علاقة بإيمان، يفهم الحكايه هذه. المهم وتدخلت للناس شفت الاسلاميين يعني يخدموا بطريقه عجيبه، يعني في الفورومات في المواقع في الغرب في اوروبا وكذا، كنت كل ما ندخل الموقع من المواقع فهمت، ونذكر اني انا ملحد مباشره لازم تردي يا اخي، وليت شنو نعمل؟ وليت نعمل حاجة أخرى، ندخل معناتها بالبسودو ونظهر روحي اللي أنا مسلم. بشوية بشوية شفت اللي هذيك المواقع الكل اللي قاعد معناتها احنا نقولوا معناتها الإسلاميين، صحيح هما معناتها في تونس مضروبين، فهمت؟ في تونس مضروبين، لكن قاعدين يخدموا. وقت ندخل الموقع على أساس إني مسلم، فبشوية بشوية بعثوا لي ديزالبي وكل شيء، ويبداوا بشوية، يعني هما يخدموا، حاطين هذيك المواقع الكل، وحاطين هذيك الفورومات، وحاطين إلا مجرد واجهة. بينما فما أشخاص موجودين، يعني الخدمة اللي كانوا يخدموا فيها على الأرض ولو يخدموا فيها على النت، شافوا معناتها هما اكتشفوا معناتها استعملوا النت لمصلحتهم 100%. أنا حقيقة خفت وقت شفت الحكاية هذيك، يعني مرة عملت روحي حتى لو في مواقع صحات عادية، مواقع متاع موسيقى، مواقع متاع فورومات مثلا كيما فوروم ماكس ومانسان، فهمت؟ دخلت باسمي انا الكائن لا، ودخلت ببسودو اخر، وشفت الغوتريتمون اللي يوقع من تحت، تلقى حتى صاحب الموقع بهيم ما يعرفش شنو هو قاعد يوقع من تحت لتحت، بالان بي واتصالات معناتها من تحت لتحت وخدمه كبيره. في الحقيقه خفت ياسر شفت الحكايه هذيك، فهمت؟ وفي مقابلتي مره مع الداخليه علمتهم، يعني قالوا لي ليه ما تخافش منها، حكايه فارغه الدوله قويه وكذا، يعني هنا الاستهانه
نتاع الحكومة، الاستهانة الكبيرة بتاع الحكومة التونسية، رغم اني انا ما ليش معناتها ضد الحكومة التونسية اللي كانت موجودة، انا كنت نؤمن نقول مادام فما ديكتاتورية عندنا في الدول العربية الاسلامية خلي تكون ديكتاتورية صالحة. علاش ديكتاتورية تمنع كل شيء؟ اي معارضة مهما كانت، فهمت؟ كان جات هذيك الديكتاتورية على الاقل عملت قوانين وسمحت المسلمين راهم ينجموش يعيشوا مع الحريه. لو هذيك الدكتاتوريه سمحت الحريه واعطت الحريه باش الاسلاميين يحكيوا حريه، والملحدين والشيوعيين والقوميين والوطنيين يحكيوا بحريه يقضيوا عليهم كومبليتمون. اما الحكومات نتاعنا مع الاسف ديما، يعني مثلا بن علي مشى يقرب لي يبني لي جامع في قرطاج، فهمت؟ تهزت المنظر بتاع قرطاج ويسمح هذوك جماعة السلفيين وجماعة التبليغ والدعوة، هما هذوك من كل ما هما إلا طعم يخدموا راهم الإسلاميين. أنا حقيقة عرفت معناتها قلت باش توقع مصيبة كان باش تواصل الحكاية هكايا، حكيت فيها فهمت، حكيت فيها بالكدا ما حبوش يصدقوني. المهم شو علينا، قريت الكتاب نتاعي نلقاه نجم نقولوا 80% قلت صحيح، لكن اكتشفت حاجة ان الكتاب نتاعي في الحقيقة خرج في الشيف لاماريون عام 97، اكتشفت ان المخابرات التونسية فهمت استعملت اختي واثرت عليها باش تخرج الكتاب باش تشوه صالح كركر بالذات. نعم احنا شفت صالح كركر عام 1992 تم وضعه تحت الإقامة الجبرية، وكان خروج الكتاب هذاك من اجل تشويهه كليا. انا كان الكتاب نتاعي ضد الاسلاميين، ما كانش لا ضد الاسلام ولا ضد حد شيء، ضد الاسلاميين والحركات الاسلاميه. يا اخي معناتها سالت وقتها اختي قلت لها علاش عملت هكا؟ قالت لي معناتها برولتني كما نقولوا. هي انا سكت قلت المهم كتاب 80% فيه صحيح، انا ما نتوقعش نعاود نكتب الكتاب وباش نحي هذيك الخرافات اللي حطوها الكل، فهمت؟ يعني ردوا الكتاب مساله معناتها مسألة شخصية بيني وبين صالح، وهي ما عندها حتى علاقة بمسألة شخصية، خطر أكبر من هذا، فهمت؟ تونس والحكومة التونسية كانت في فترة من الفترات فهمت تحب تشوه الأشخاص، فهمت؟ تشوه الأشخاص في بالها كي تشوه الأشخاص يعني تو تشوه الحركة الإسلامية، وهذا معناتها لعب فروق صغار، فهمت؟ خاطر كي تحب تشوه فكر تشوه الفكر ما تشوهش الأشخاص، الأشخاص ما عندهم حتى دخل. المهم الحقيقة عام 97 98 99 حتى العام 2000 معناتها بكليب عنيت 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 عنيت، وقتها معناتها اختي كانت جمعية ثقافية في فرنسا وكنت انا شارك فيها وبدينا موقع على النت وسميناها لا اي ام او وكل شيء. حتى عام 2000 اقترحت علي اختي قالت لي عرفت عملت جمعية فرع في تونس، قلت لها باهي انا كان باش نقدم قلت لها كيما في فرنسا يعني نتاع الملحدين ونتاع المرتدين على الاسلام. مشيت قدمت طلب في الداخلية يا أخي بهدلوا بحالي، وقتها منجي شوشان فهمت والكاتب نتاع الدولة وكذا نتاع الجمعية الثقافية والملحدين وكذا 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 وكذا، فهمت؟ لا احنا ما عندناش ملحدين في تونس. قلت له ما معناتها انت بيتك ملحد. قال لي ما عنديش ملحدين. فما واحد منهم من المسؤولين قال لي اسمع احنا ما نجمناش نحكموهم بالاسلام باش نحكموهم بالالحاد. قلت له علاش تفكر قلت له علاش تفكر في الالحاد والاسلام الواحد يعني انت جايب لهم الاسلام باش تستعملهم، فهمت؟ قال لي باهي ما تحكيش هكا وكذا وفهمت احنا رغم كل شيء مسلمين وما مسلمين، فهمت؟ قلت هذه الحكايه ماهيش باش تعدي، فهمت؟ هذه معناتها معناتها حكايه فارغه، فهمت؟ باش تحكي معاهم عباد ما يفهموش، فهمت؟ المهم حتى جيت عام 2001 ووقعت 11 سبتمبر، 11 سبتمبر معناتها وقعت درجة كبيرة كما تعلم وكذا وفهمت وكره أمريكي ضد الإسلام والإسلاميين بصفة عامة وكل شيء. في ساعة تسعة الداخلية اتصلت بيا بعد فترة قالت لي نجي نعطيك الجمعية، قلت لها باهي ما فما حتى مشكل، جا هكايا باش يعطيوني الجمعية، قالوا لي قلت لهم باش نسميها كذا وكذا، قالوا لي ما نسميهاش هكاكا نحلوا معناتها باش نخبيه الواحد سميها جمعية معناتها التقارب بين ضفة البحر الأبيض والمتوسط. قلت له يا سيدي اسمعني كل مرة نكتب له أنا اسم ونكتب له الهدف نتاعها ما تعجبوش، قلت له عرفت كيفاش؟ اكتب أنت الاسم واكتب أنت الأهداف نتاعها وخليني نخدم على روحي. هاي يا سيدي خذيتها الجمعية في الأخير بعد معناتها مرش، فهمت؟ مرش خذيتها وعلى أساس باش نصدر مجلة في تونس، فهمت؟ مجلة سميتها تيماتيك.
ومازلت نتبع على النات ونشوف على النات، وبديت نشوف اللي الحركات القوميه والعروبيه والشيوعيه كلها بدات تتقرب من الاسلاميين، خاطر الاسلاميين ولاو يخدموا بالكدا في النات يعني بطريقه غريبه، فهمت؟ ما تنجمش تتصور، قلت لك حتى في مواقع الموسيقى، حتى موقع توانسه معناتها عاديين، فهمت؟ كما قلت لكم ماكس 25 ولا غيره غيره، فهمت؟ ولا مواقع موجوده في اوروبا نتاع ناس ما ماهمش فاهمين حتى شيء، وكلهم تغلب لهم تغلب لهم وقاعدين يخدموا معناتها على قاعده صحيح. هيا بي معناتها وقت الشفت بديت نخدم في الجمعيه وكل شيء، معناتها نخدم نعمل لقاءات في الدار بتاعي في ريانا، فهمت؟ ونقابل في الجماعه وكل شيء، بدات الحكايه تتحرك، ونعمل حتى في حفلات معناتها كل يوم سبت، وننظم حتى في رحلات. المهم راه الرقم بتاعي شاه، فهمت؟ معناتها كل مرة نجيب باش نعمل رحلة طبعا في الداخلية تحب 10 كراسي ليها، فهمت؟ واحد من الداخلية يبعث لي، واحد يحب يبعث ولد عمه، واحد يحب يبعث ولد خاله، واحد يحب يبعث خوه، فهمت؟ فريمون شيء أسف، فهمت؟ ونمشي باش ناخذ مساعدات، يقولوا لي يعملوا بعض نعطيكم بعض ما يعطيوش، فهمت؟ شفتها معناتها حكاية فارغة، معناتها تضيع وقت. ووصلت بهم الحكاية يعني عام 2004 أنا يعمل لي خرج تهن على الزين وبعطيني الفلاش، فهمت؟ وقتها فما فترة بعد 2001 أن الجماعة الخشانة اللي في الداخلية اللي كانوا من عهد بورقيبة الكل تم التصفير، وجابوا حوذي كاديميين يخدموا في الداخلية بهايب أبهم من صباط، فهمت؟ يعرفوا الإسلام كان في الورق، يعرفوا الإسلاميين كان يعني اللي يقراوا، على الأقل جماعة بورقيبة كانوا عناصر بعضهم كانوا حتى من الإسلاميين، وكانوا معناتها عباد معناتها خشان يعني يفهموا رغم كل شيء، رغم خلافاتي معاهم في بكاريس الحاجات طريقة العمل نتاعهم معناتها هما العمليات التشويهية وكذا، أنا نحترمهم أنا خاطر كانوا عباد معناتها خشان، فهمت؟ كيما مثلا نعرفش ما نحبش نفقد أذاني كيما فرج قدورة، فهمت؟ وغيره 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 وغيره، فهمت؟ كانوا عباد معناتها فريمون شادين تونس من يد من حديد. عام 2001 بداوا ينحيوا فيهم ويخرجوا فيهم الرترات، واللي بعثوه يقري يقري، واللي بعثوه كذا كذا، وجايبين وحود معناتها دارسين الامن ودارسين الواحد، عباد بهايم ما همش فاهمين شيء، فهمت؟ حاطينهم في مناصب في الدي اس تي وفي الداخليه وكل شيء. انا قلت هذه باش تخبش، فهمت؟ ظاهره باش تخبش. لكن هو المجله نتاعي كنت نمشي باش نشوفها في الكيوس وكل شيء، نلقاهم مخبينها خايفين، وهي ما فيها حتى شيء، راي ما فيها حتى شيء، معناتها كلام معناتها بسيط جدا، فهمت؟ بالفرنسية عادي. المهم وكل مره يبعثوا لي كليشيه ما نحبش نعديه. المهم في عام 2005 عملت معناتها كيما نقول واحدة ببيسيتي باش ندخلها في المجله باش نربح شويه فلوس، خاطر ما عطاونيش انا ديجا نطبع في لابريس ونمشي سوسي بريس باش توزع لي. سوسي بريس لا عمرها تعطي فرنك، لا عمرها تبيع لي، فهمت؟ وعمرها لا تعطي فرنك ولا ترجع لي الرطوب، مره ترجع لي اربع مجلات خمسه مجلات ولا شويه، ومره ما ترجع ليش، فهمت؟ يعني كيما نقولوا نطبع عندهم وياخذوا الفلوس هما ويتصرفوا هما، وانا عمري ما خديت فرنك، والرحلات اللي نعملهم والحفلات اللي نعملهم كلهم على حسابي، كانت عندي فلوس امي ماتت وعندي شويه ورثه وكل شيء كلها خسرتها على حكايه هذيك. المهم ما نحبش ندخل في الحياه الشخصيه. المهم معناتها وجيت نشوف معناتها نلقى الاسلاميين معناتها نعرفهم انا معناتها حتى في حومتنا وفي واحد نعرفهم كلهم حجمين الحيهم وكل شيء بيهم، هذوما هما في الحقيقه كلهم يخدموا على النت يعني مالكين تونس على النت. عام 2005 حبيت ندخل البيبيسيتي في المجله وخذيت دي كونترا وكذا وكذا وكذا، وقت الافريكا الانباء ولا شنيا مشيت لها ما حبش تعطيني حد شيء، ولي دبرت انا راسي كل شيء، عملوا لي هكا عن بعد ما طبعت المجله وجبتها للدار باش نوزعها، عملوا لي هكا سيزي للمجله، فهمت؟ هزوها مشيت للداخليه، الريق بتاعي شاح ما فما حد شيء، فهمت؟ وليت قلت كيفاش انا باهي باش نوقف منها الجمعيه وما عادش باش نخدم فيها باش نوقف بالحق، معناتها خسرت كل شيء، فهمت؟ يعني خسرت فلوسي وخسرت صحتي وخسرت وقتي وشديتها عني، مشيت حليت السيت نتاعي اسلام لا وحليت لا بي دي كان، واكتشفت اللي معناتها كلها لعبه سياسيه، وان اختي متصله بهم وحكايات فارغه، فهمت؟ ويحبوا يسيروك كما يحبوا هما ويحبوا يردوك كما نقولوا، وشفت اللي بعض من المعارضه قسموها، بعضهم عطاوهم رخص على خاطر يخدموا في مصلحة الدولة، والآخرين اللي ما يخدموش في مصلحة الدولة مربدوا في حالهم، ما لقاوش حتى حل، مشاو تحالفوا مع الإسلاميين على أساس معارضة
ابهم زاد مصبات تشوف حالكم على الاسلاميين ما يعرفوش الاسلاميين نهار اللي بشوف نمشي ينحيوا لهم وديهم فهمت. المهم يعني قلت هذه البلاد باش تخرب باش تخرب. وليت شنو نكتب على النت؟ اي نكتب على النت مره مرتين تجيني داخلي علاش كتبتها؟ وعلاش كتبتها؟ هاو مره يقطعوا لي النت، هاو مره نقعد بالجمعتين ثلاثه ما عنديش النت، كل ما نكتب ارتيكل ونهبطه فهمت يعملوا لي حبر. المهم تعرف قلت عمل في 2007 قلت انا باش نوقف هذه الحكايه الكل باش نمشي نعرس وباش نشد داري باش نقعد على روحي. خاطر خاطر هكا نحكي في الفورم تاعي ولا في السيت تاعي. المهم لكن هما بتوع ندخل للسيت تاعي وقاعد نتبع في الاسلاميين شنو قاعدين يعملوا، نتبع فيهم بالبداية. عام 2007 بالفعل عرست وشديت الدار تاعي وساعات ندخل نشوف معناتها وكيف نشوف اللي الامور ماشيه وكيما نقولوا احنا بتفسد اكثر ماشيه وتفسد اكثر ماشيه وتفسد. ووقتها صالح مرب جاتو بعد فترة في تقريبا 2008 تقريبا 2008 2009 حتى اني مر على نواة فهمت طلبت منه قبل ما يمرض قلت له معناتها كان معناتها في الفورم تاع نواة قلت له معناتها كانك معناتها انت تعتبر روحك معناتها قوي وكذا يلا نناقش معاك راس راس. وبالفعل جاوبني قال لي اوكي لكن بعد فتره جات جلطه دماغيه ما تمش العمليه هذيك وتوقف الواحد. انا حبيت نناقش معاه ديريكت فهمت خاطر نعرف رغم كل شيء هو ماهوش عميل فنتاكد 100% مش عميل. اما راشد الغنوشي مليار في المية مش عميل برك اكثر من عميل عميل وصابط ونبل وما يسويش معناتها الاوصاف اللي موجوده الخايبه في العالم اجمع موجوده في هذاك الكتاب فهمت. المهم بعد فتره في 2009 ولات الداخليه ديما تجيني 2007 مشيت جيت باش نسافر وقفوني في المطار وحطوني في الحبس ومرمدوا بيا القاعه واتصلت بال مع قطر خليني نشوف شنو هي الحكايه بس قولي تهمه فهمت ومرمدوني تمرميده فهمت. قالوا هذه طريقه غير مباشره قالوا لي ما تمسش الاسلام ولا توا الحكومه التونسيه ما عادش تحب تمس في الاسلام ما عادش تجبد الاسلام. انا وقتها كتبت ارتيكل على فهمت التشابه بين حكوماتنا والذات الالهيه كيفاش معناتها هما الله يقول لك احد الاحد وحكامنا يقولوا احد الاحد الله عنده الملائكه نهار كل يتجسوا على العباد هذا عمل الخير هذا عمل الشر هما عندهم الزبانيه نتاعهم القوازه نتاعهم نهار كل تتجسس والله يقول لك انت حر تحب تؤمن تحب ما تؤمنش كيفك ما تؤمنش نحي لك رب والديك الحكومات تقول لك احنا عندنا حريه وعندنا كذا ولكن كما تتبعهمش دخلوك للحبس ويعذبوك ويعني نفس التفكير فهمت. قلت انا معناتها انها الحكام نتاعنا العرب هذوما فهمت يمثلوا الذات الالهيه تمثيل كامل. وقت عيط لي رئيس المركز نتاع اريانا نتاع الحرس فهمت قال شنو الكلام هذا اللي تقول فيه وكذا وما يجيش وكيفاش تشبه الحكام. قلت له يا اخي انا نشبه الحكام العرب ما شبهتش بن علي او جنيرال قلت له احكي فهمت. المهم من وقت هذاك من 2009 وليت معناتها ما عادش نكتب خاطر كل ما نكتب ارتيكل يقصوا عليا الناس بالجمعتين بالثلاثه. وهذاك معناتها في المركز الشرطه يعمل لي ننصحك ما عادش تخرج من دارك ما عادش تقابل حد فهمت. ننصحك قال لي نصيحه معناتها انا نعرفك انسان طيب وكذا انا ننصحك مني اللي معناتها كصديق ولا كتحب عليا انت ما عادش تخرج يعني عباره على فرضوا عليا الاقامه الجبريه الغير اراديه الغير قانونيه في داري. بالفعل وقتها 2009 وليت نخدم نصنع مواقع النواب وكذا 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 لكن نتبع في الاسلاميين فهمت. وقتها بدات الامور تتحرك وحكايه الموقع في الجنوب فهمت الاحداث المنجميه وكل شيء فهمت. عرفت تقولوا توا ياسر يقولوا راهو اللي وقع في تونس ماهوش وراء الاسلاميين فهمت. لا وراء جانب كبير منه وراء الاسلاميين قاعدين يحرضوا على الناس يدخلوا يقولوا هما ماهوش مسلمين ما عادش يتكلموا باسم الاسلام وباسم الاسلاميين ويبداو يحرضوا على الناس ويبداو يعملوا كذا وكذا وكذا وكذا. يعني ما تقوليش مش هما عملوا الثوره هما هو وقت راس الغنوش يقول لك احنا عملنا ثوره ماهوش يضحك ولكن عملها وانتم ما كنتوش فاهمين حد شيء انتم بهاي بالفعل بهاي. العبد اللي يقول اللي الثوره قامت هكاك اعتباطيه عبد ماهوش فاهم لا في التاريخ لا في تاريخ الثوره وهي ماهيش ثوره هي تعتبر انتفاضه. الاسلاميين نشوفهم ونعرفهم بالاسم وبالبسودو
يدخل ويبدا يعمل روحه لا هو اسلامي لا حد شيء، ويبدا يحكي على السرقه تاع بن علي والسرقه تاع ليلى بن علي، ويبدا يقول في الكلام ويبدا يقول في الكلام الزايد اللي تحت السره وكذا ونرمال ونرمال، فهمت؟ غير يحرف الناس العاديين، فهمت؟ باش توقع انتفاضه في تونس. يعني هذيا ما تقوليش انه اللي وقع في تونس ماهوش وراها الاسلاميين، هما زاد وقت وصلوا في الانتخابات وقت عملوها ماهمش يلعبوا. كي نقول لك انا 20% 30% من الشعب التونسي مع الاسلاميين مباشرة، غير اللي اكثر منهم معاهم غير مباشر. فهمت؟ هذه حقيقة اي انسان محلل سياسي يفهمها، ماهمش هكاك بالصدفة جاء ولا بهامة ولا كذا، لا. وقاعدين يخدموا وقاعدين يعملوا توا قاعدين يخدموا، شدوا الداخليه وشدوا عدد عناصر مهمه، فهمت؟ وقاعدين يخدموا. وكما قلت لكم هذيك اعتصام برضه مش باش يعمل حتى نتيجه، وما يعمل حتى نتيجه كان ما يتدخلش الجيش، والجيش التونسي ما نجمش يتدخل خاطر ضعفوا بورقيبه، وزاد قضى عليه بن علي وزاد شراوهم الاسلاميين. فهمت؟ انا مانيش اتهمت الجيش، ما عندي حتى علاقه بالجيش، وانما فما عناصر كثيره في الجيش عندها فهمت تعاطف مع الاسلاميين، حتى من الحركات اللي تسمى روحها قوميه ووطنيه ولايكيه عندهم تحالف مع الاسلاميين من اجل الهويه الاسلاميه والهويه العربيه. اذا المشكل مش في النهضه وحدها، المشكل في النهضه وفي كل هذيك المعارضه اللي حولها. فهمت؟ فماش واحد من المعارضه يجي يتكلم في التلفزه، فهمت؟ ويجي يقول انا راني مانيش مسلم ونكره رب الاسلام وما نحبش نطبق الشريعه، وانما يحاول فهمت باش يلتقي نوعا ما مع الاسلام، وهذاك هو الخطا الكبير. هذاك علاش نقول فهمت حان الوقت، ضيعنا فرصه، فهمت؟ الحكام نتاعنا اللي كانوا يفكروا كان في ارواحهم ضيعوا فرصه كبيره، كما حتى فما واحد قالها على الكومنتير في الفيديو وعجبتني معناتها فريمون، يعني يفكر بالكدا. فهمت؟ كانت فترة فهمت الدكتاتورية كانت تنجم تكون فترة صالحة، وكانت تنجم فترة توعي الشعب وتقفوا مش تسرقوا. المشكلة اللي حكوماتنا اللي كانت تسرق في الشعب، والحكومة الإسلامية هذه هي تدمغج الشعب، فهمت؟ وتجعل مجرد تابع لها. راهو الخطر في الإسلاميين صحيح، والخطر في الإسلام نفسه صحيح، والخطر في هذه كل الحركات القومية وحتى الشيوعية منها، حتى هذيك خطر على تونس. هذاك علاش أنا نقول أي إنسان تونسي حر يفكر في تونس قبل كل شيء، فهمت؟ ياخذ موقف واضح معناتها وديريكت ما غير لف ولا دوران، راهي المعركة القادمة من بين الحضارة والتخلف، من بين الحرية والاستعباد، من بين الإسلام والعلمانية. المعركة هي هذه الحقيقية اللي لازم تكون في تونس، وتونس هي مرشحة لأكثر شيء ممكن باش توقع في مثل هذاك. هذاك علاش أنا أدعو جميع الملحدين وجميع اللادينيين وجميع العلمانيين معناتها الباهين، فهمت؟ انهم سوى خاصة في اوروبا، فهمت؟ انهم يكونوا جبهة، جبهة ما غير ما وراها اي مصلحة سياسية، من اجل توعية الشعب التونسي وحماية الملحدين وحماية كل ما هو اقلية في تونس، باش يخلق جبهة ضد هذو الاسلاميين وضد هذه المعارضة المزيفة اللي ما تصلح شيء، فهمت؟ واللي هي تفكر كان في مصالحها الخاصة. نظن معناتها قلت اون غو سو كو جو في دير معناتها على الإسلاميين، ومع الفيديو القادم باش نوليو نحكيو على الإسلام، خاطر نرى أنا المشكلة في الإسلام نفسه، لازلنا نعلنو حرب فكرية لا هوادة ضد الفكر الإسلامي أولاً، وثانيا لازم نوريو 80% ولا 70% من المسلمين. انا باش تركز كان على تونس، مانيش باش نحكي لا باسم الامه العربيه ولا الامه الاسلاميه، انا بنهمني كان تونس. فهمت؟ تونس وبس. وال 70% من التوانسه وال 80% ساعات نبدا نحكي فهمت بالتوك ولا في اي بلاصه اخرى ولا على الفيسبوك، فهمت؟ معناتها شيء يحزن،
لازمنا نعرفوا لهذه 70% شنو هو الاسلام وشنو هو اللي ينتظر بالقران وبالسنه وبالمصادر نتاعه، باش هذوما يكون عندهم موقف واضح هل هما يحبوا يكونوا مع الاسلاميين اللي هو الاسلام الحقيقي ومعناتها يكونوا مع العبوديه والاستسلام، والا يكونوا مع الحريه ومع الديمقراطيه ومع العلمانيه. اظن الفكره واضحه، ونختم الموضوع على الحركه الاسلاميه وحركه الاتجاه الاسلامي، وراهي مش هي وحدها الخطر، وانما الطبقه الكبيره اللي تأيد الاسلام واللي تدعم الاسلام راهو بدون ثوره دينيه وثوره جنسيه ليس هناك ثوره. اللي وقع في تونس مو ثورة، انتفاضة شارك فيها نسبة كبيرة الإسلاميين، وهذوك من المعارضة اللي معناتها تم نبذها من طرف حكومة بن علي واللي تحالفت مع الإسلاميين، هذوما الكل شاركوا في هذه الانتفاضة، وهذه الانتفاضة الهدف نتاعها هو مش معناتها سرقة تونس، وإنما بيع كل تونس للشرق وللعروبة وللإسلام من أجل خدمة أجندة فهمت إسلامية عالمية. وبسلامة ومع فيديو قادم.